نفتتح اليوم بحول الله الحزب الرابع من سورة البقرة من قوله سبحانه جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه خاتمة الأحكام التي كنا نذكر في مناسك الحج، وقد بينا أن القصد لم يكن هو بيان الأحكام من حيث هي أحكام تتعلق بهذا المنسك أو ذاك بالقصد الأول وبالدرجة الأولى، وإنما قصدنا أن نبين مقاصدها التربوية على المنهج الذي سرنا عليه في تدبر آيات القرآن الكريم وحقائق بصائرها. وإنما نذكر في ذلك من الأحكام ما يكفي لهذا الغرض ولا نفصل فيه تفصيلا. الأيام المعدودات هي أيام التشريق المعروفة التي يقضيها الحاج في منى بعدما ينهي أعمال الحج متحللا التحلل الأصغر، فيقضي 3 أيام بعد العيد، 11، 12، و13 في منى، يعبد الله عز وجل بالصلوات وبالأذكار وبكل أعمال البر إلى أن تنتهي هذه الأيام 3. وقد ذكر الله عز وجل فيها ترخيصا، هذه مقدمة عامة يعني لمقاصد حقائق الأحكام الأولية، قد رخص الله للحاج أن يقضي 2 فحسب، والعزيمة أن يتم الأيام 3. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه. معروف أنه من قضى 2 وأراد أن يرحل إلى مكة وينهي أعمال الحج بصفة نهائية ففعل ذلك قبل غروب شمس اليوم 2 فلا إثم عليه. ومن تأخر بزيادة 2 أو بالإتمام بالأحرى بإتمام 3 فلا إثم عليه، على أن يكون في 1 و2 باني على تقوى الله عز وجل في قصده. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجاءت خاتمة السياق بهذا الأمر العام المطلق: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه المعاني العامة لهذا المقطع من بداية هذا الحزب الذي يختتم به ما ذكرنا من أمور الحج. العمق التربوي الذي نريد أن نقف عليه والزاد الذي ينبغي أن يخرج منه المؤمن حاجا كان أو غير حاج، لأن هذه الآيات مش غير ديال الحج، ديال كل من يقرأ القرآن كما نقرأه الآن في غير وقت الحج، في صلاتنا وفي غير صلاتنا وفي أذكارنا وفي تعبدنا وفي مدارستنا. فأحكام القرآن الكريم وآياته تنفع في الوقت الذي جعلت له وفيه أحكامها، وفي غير الوقت أيضا الذي جعلت له تلك الأحكام، لأن القرآن لكل الأوقات ولكل الأزمنة ولكل الأشهر ولكل المواسم. فآيات الحج تتلى للحج ولغير الحج، وكذلك آيات رمضان تتلى لرمضان ولغير رمضان وأهل مجرى. واذكروا الله في أيام معدودات، بينا قبل أن المقصد الأساس من أعمال الحج أو من المقاصد الأساسية للحج تزود بالذكر وبالتقوى، وأن عملية الحج أو أعمال الحج وشعائره إنما هي أعمال يذكر بها الله جل وعلا. واذكروا الله في أيام معدودات كما سبق في السياق الذي تدرسنا في الحلقة السابقة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله، دائما التأكيد على أهمية الذكر وضرورته، وأن العائد من الحج إذا أراد أن يستصحب زاد التقوى فعلا معه إيابا كما وجب أن يستصحبه ذهبا، فعليه أن يستصحب ذكر الله معه، لأن طيلة عمل الحج اللسان مشغول أو ينبغي أن يكون مشغولا بذكر الله جل وعلا، تلبية بدءا بتلبية الإحرام الواجبة وتثنية بكل أنواع التلبية المندوبة بعد ذلك وتكبيرا، فأعمال الحج قائمة على التكبير وتوحيدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وغير هذا وذاك من صيغ الذكر الكثيرة المشروعة المسنونة المنصوصة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة أيام الحج. إلا أن من معاني هذا تدريب اللسان، تدريب اللسان وترويضه على ذكر الله جل وعلا على كل حال، أي بعد أعمال الحج أيضا. الإنسان إذا ولف أن يذكر الله كثيرا كان من الذاكرين الله كثيرا، ولا يكون من الذاكرين الله كثيرا إلا إذا كان من الذاكرين الله على كل حال، في الحج وفي غير الحج، في السفر وفي الحضار، في الليل وفي النهار، كلما كان على وعيه حتى ولو كان نائما إذا استيقظ من الليل أول ما ينطق به لسانه ذكر الله. معروف يعني أنه في الحديث الصحيح أن من تعار من الليل، يعني الذي انتبه من الليل في نومه وذكر الله عز وجل بمثل قوله في الذكر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كان له ذلك فعلا أجرا عظيما عند الله عز وجل. وإذا دعا الله بشيء استجيب له. سنكيك الناس في غفلة يعني غير الوعي دياله كالضربه الفيقة، أول ما يذكر يذكر ربه. شيء عجيب جدا، هذه حالة عند مؤمن من اللطائف حقيقة، أن الإنسان الله يعافينا وعافيكم كيكون غافل عن الله وعن الآخرة، غير الضرب الفيقة كيتفكر شيء هم عنده من مشاكل الدنيا أو شيء بيع وشرية أو شيء مشكلة. هذا إنسان مغلوق سدود سجين أقفال الدنيا. المؤمن الحق هو أنه إذا استيقظ أو انتبه من نومه، أي تعار من الليل كما في الحديث، أول ما يخطر في باله أنه عبد لرب العالمين، هو ماشي ديال الرسول، إنما هو عبد لمولاه، ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال، كالعبد مع سيده، العبد مع مولاه، غير كي يعني انتبه كي يخاف يمشي يكون مولاه عيط له أو سيده بغاه أو يعني غيقلب عليه وما يلقاش أو كذا إلى آخره، عنده هم وإشكال ديال خدمة سيده ومولاه، ولله المثل الأعلى وهو رب العبيد والعباد جميعا. العبد الحق من عباد الله هو الذي إذا استيقظ من نومه بليل وعاد إليه وعيه في الليل أو في النهار تذكر سيده، أول ما يتذكر سيده اللي خلقه، ولذلك يذكره توحيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ويثني بسائر الأذكار التي ذكرت. فالمقصود أن هذا عبد جرى ذكر الله على قلبه فتدفق على لسانه، أو سكن ذكر الله قلبه فجرى على لسانه. فالحج جعله الله فرصة لتدريب القلب واللسان على الذكر الدائم لله، واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات وما قبلها فرصة لجعل العبد يذكر الله على كل حال، أي من بعد الأيام المعدودات، لأن هذه الأيام المعدودات 3 أيام ولا يومين فيها تفرغ كامل للذكر، عندك تشغل ذكر الله فقط، لأنك حينما تكون في معاشك من دنياك في غير الحجي تكون منشغلا بأعمال الدنيا وبذكر الله صلوات الخمس والذكر، ولكن الكسب تكون يعني خدام، ما يبقاش الإنسان غير جالس، لابد أنت في تجارتك ولا في إدارتك أو في أي عمل من أعمال الدنيا في معاشك بصفة عامة، كما أمر الله عز وجل أن يكون أمر المعاش لدى الإنسان. ولكن في الحجي الله عز وجل كما ذكرنا فرغك للذكر، واذكر الله في أيام معدودات، تركيز دورة روحية مركزة. وابن آدم الناس مين جالسين في الخيام عندهم تشغل غير ذكر الله بالأذكار اللفظية والمعنوية والصلوات والدروس وسائر أعمال البر والخير التي لا تخرج عن معنى ذكر الله. ولذلك شوف شحال الإنسان يكون غلط حينما يجعل شيئا من تلك الأيام للاعب أو اللهو أو في بعض الأحيان مع الأسف الشديد للمعاصي من الغيبة والنميمة والخصام والجدل وسائر ضروب الكلام الذي نهى الله عز وجل عنه بنص القرآن مما سبقت الإشارة إليه من قوله سبحانه فمن فارض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففرق كبير بين من يشتغل بالمأمور به في الوقت المناسب ومن يشتغل بالمنهي عنه في ذلك الوقت بالذات، يعني هو منهي عنه في كل وقت ولكن في ذلك الوقت بالذات يكون أشد نهيا وأكثر تحريما. فلذلك المؤمن فعلا الذي استغل أعمال الحج لهذا الغرض بالذات خرج فعلا على تربية وتزكية عالية ومقام إيماني رفيع يجعله بإذن الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أبدا، يعني ديما تولدك يا حالته. وهذا هو المطلوب، هذا المقصد، هذا العمق التربوي
للحج ولذكر الله في هذا السياق الذي نحن فيه من الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. وبما أن الله عز وجل عالم سبحانه أن الشيطان قد يخرج العبد عن مقاصد الحج وقد يفسد له تلك الأيام، الشيطان كثير من الأحيان يضيع للناس هذه الأيام، جعل شرط البقاء في منى رهينا بهذه العزيمة. يعني الإنسان إلا قادر فعلا يكمل 3 أيام في الطاعة مزيان شي كبير، وإلا ما قادرش يكمل 3 أيام في الطاعة اللهم يدير يومين ويمشي أحسن له. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأنه يعني الله عز وجل عليم بطبيعة الإنسان، بنادم ما يصبرش، النار الأولى وشاد، الثاني الثالث بدأ في الهضرة الخاوية. فإذا كان الإنسان فعلا له عزيمة البقاء، وقد رأينا هذا وشاهدنا فعلا أن سبحان الله الإنسان يعني نهار يومين كضعف العزيمة ديالو، سبحان الله مشاهد من إلا الآن معروفة، يعني النهار الثالث كتلقى الخيام خاويين كيصفروا، ثلاثة ولا أربعة الناس اللي كيدوروا، ما كيقدروش الناس يجدوا الثالث، بينما هو في كثير من الأحيان ما عندهم شغل. صحيح كاين واحد العدد من الناس الذي تستعجلهم أسفارهم، يكونوا سبقوا المدينة وعنده الطيارة قريبة فعلا، راه عنده مصلحته باش يدير يومين ويرجع فحالو لمكة، بقات له نهار ولا جوج ولا 3 أيام يعني من بعد يلاه يجمع حوايجه باش يمشي فحالو، فهذا لا بأس به. ولكن راه كثير منهم كيمشيو لمكة غير يتسوقوا، أقل ولا أكثر، ما عندهم حتى شغل آخر، لو بقي في منى لكان أفضل له وأحسن كثيرا. ولكن بهذا الشرط هو جاي باش يعني يؤدي مناسك الحج لأيام 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 أيام قلائل، يعني أيام الحج يعني ما كتعداش 10 أيام كلها بفرائضها وسننها، يعني حوالي أسبوع، قرابة أسبوع، يعني ما كيقدرش الإنسان والعياذ بالله يصبر على طاعة الله عز وجل. ولو صبر لأشرب قلبه الإيمان، لأنك كل إنسان يعني بحال كيدرب واحد التدريب بدني رياضي، كذلك في التدريب الروحي، يعني بحيث أن النتيجة كتجي في اللحظات الأخيرة، وكيبقى الإنسان صابر صابر يعني حتى اللحظات الأخيرة التي يعني يقصد منها جني النتائج إلى يطلق كيمشي له كل شيء، بمعنى أنه الفائدة التربوية، ما كنقولوش كيضيع له الحج دياله أو كتضيع له الأعمال دياله، لا، ولكن كتمشي له الفوائد التربوية المثالية الكاملة، لأن الإتمام هو الذي يعطي التأهيل للمقامات العالية، الإتمام يكمل الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، فلما كمل قال له إني جاعلك للناس إماما، لأن الإتمام شيء عظيم جدا، وإنما أمر الله عز وجل بالإتمام وبالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الأحسن الذي هو صيغة تفضيل أحسن عملا، فيها إطلاق فيها علو فيها، فهذا هو الذي يطلبه الله عز وجل من عباده، لأن العبد كلما صبر وصابر إلى النهايات كلما كان له ذلك يعني مقاما عليا ومنزلة ترتقيها قدما، فيكون بذلك ممن يشاهد حقائق الإيمان التي تجعله على ذكر دائم لله، فيكون لله ومع الله أبدا. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال سبحانه جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أمر بالتقوى في الحج وفي غير الحج، لأن هذا الأمر هذا مطلق، واتقوا الله على كل حال، السياق وسياق الحج، ولكنه كان هو المخرج الذي به سينتقل الكلام من أحكام الحج إلى أحكام مطلقة عامة في البشرية، لأن الكلام اللي جاي مش ديال الحج، الكلام اللي جاي ديال الإنسان في علاقته مع ربه، كما سنذكره في السياق إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل. ولكن نقف مع هذا يعني هذا المعبر الذي يعبر بنا من أحكام الحج إلى أحكام الإيمان المطلقة. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه واعلموا أنكم إليه تحشرون هي وقود التقوى، وقود المازوت ولا ليسانس، الوقود، وقود التقوى، وهو الإيمان اليقيني بالحشر. قال واعلموا أي العلم، مش الظن أو الشك، نعوذ بالله من الشك، العلم، العلم اليقين. واعلموا فمن لم يكن له علم بالآخرة والحشر فوجب أن يحققه، لأن هذا أمر، هذا والأمر للوجوب، يعني ماشي بالمعنى أنا الفقهي البسيط الجزئي، هذا أمر كلي، مأمور المؤمن أن يحقق يقينا في إيمانه بالله، ويقينا في إيمانه باليوم الآخر، ويقينا بين هذا وذاك في إيمانه بكل أركان الإيمان. ولكن هذه مفاتيح،
الإيمان بالله وباليوم الآخر كما ذكرناه مرارا وتكرارا. الإيمان بالله واليوم الآخر أمران مقرونان دائما أبدا في الكتاب وفي السنة أيضا، حديث كثير صحيحة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما أكثرها، فليكرم ضيفا فليراه كثير جدا، فليقول خيرا أو ليصمت إلى آخره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يا هنا أعطي صيغة عجيبة جدا، وهي صيغة أخذت من مشاهد معين من مشاهد الحشر، فيها من الرهبة والرغبة ما يملأ القلب ورعا وتقوى فعلا، وهو مشهد الحشر الذي طلب منك أن تؤمن به كأنك ترى. أنا دكول علم، واعلموا أنكم إليه سبحانه جل وعلا، إليه هو أي إلى الله تحشرون. الحشر الجمع والسوق والزجر، لأن يعني يوم القيامة فيه مشاهد كثيرة، أولها الموت، حينما يعني يموت كل منا على حدة، ويموت الناس بعد ذلك بالصعقات الخاتمة، فلا يبقى على وجه الأرض أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يفنى كل شيء ويبقى الباقي وحده سبحانه وتعالى. من هناك تبدأ مشاهد القيامة، حينما يعني زلزال الأرض وتطوى السماء إلى غير ذلك من الحوادث والمشاهد التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى غير ذلك من المشاهد المعلومة في هذا السياق من الأمور. ويبقى الناس تحت التراب ما شاء الله إلى أن يمطر الله مطر الإحياء، فينبتون كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فينبتون كما ينبت البقل، يعني بنادم سبحان الله يولي ينبت كالنباتات كالأشجار، يعني يجي فصل الحياة أو إعادة الحياة، ربيع ما بعد الموت، فينبت الناس من أجدادهم ومن مقابرهم، إذا نبتوا ونفخت فيهم الروح بالصعقة أو النفخة الأخرى إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني بنادم النسل هو يعني الخروج والنفض، نسل ثوبه أي نزعه، بنادم ينفض عليه الغبراء ويخرج من التراب ويجي غادي، ينسلون في حالة من الفزع وفي حالة من الرهبة والخوف. والناس أنا إذن فريقان كما تعلمون، يعني من جعل الله في قلبه السكينة والملائكة تبشره وتطمئنه بأن مصيره إلى خير، ومن والعياذ بالله يعني يفزع تفزيع، سأل الله العافية، سأل الله أن نكون جميعا أنا إذن من الآمنين من الآمنين. فهذه اللحظة يبدأ هذا المشهد الذي تذكره الآية، واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي أن الملائكة تسوق الناس من كل فج عميق إلى ساحة الحشر أي المحشر، كل واحد أينما دفن في قعر البحر أو في تلين أو في تراب أينما كان ينبوت، وتأتي الملائكة تنزل من السماء كما ورد في التفاسير، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، صلى الله عليه. يعني تكلم المفسرون بهذه الآيات كيف أن السماء تشقق، يعني تفتح البيبان ديال السماء، تفتح السماوات تفتح من أقطارها، وكينزلوا الملائكة سبحان الله، ولله المثل الأعلى، ولما خلق من الملائكة يعني مثل تقريبي لتقريب الفهمي، بحال أصحاب المظلات أصحاب الطيران، مظلات حينما تفتح لهم أبواب الطائرة ويلقون إلى الأرض بواحد اللمعان، يعني خاصة يكون نار الشمس ضرب هذيك المظلات ديالهم ديك الملابس ديالهم، تبقى تشوفهم اللي كيشاهدون في بعض المناطق وأيضا في الأشرطة الوثائقية وموجودين حتى في البلاد، يعني في أماكن معينة كي يعني هذا الأمر هذا يقع كثيرا، تبدا تعجب بنادم نازل هذيك المظلات وداك الشكل، هذه ملائكة الله سبحانه وتعالى تنزل من كل السماوات السبع، السماء الأولى السماء الثانية الثالثة والسابعة وهلم جرى، كل أصحاب السماء ربي كيفتح لهم بيبان ونزلوا، ويما تشقق السماء بالغمام ونزل، نرجعوا لهذا الأمر ديال الحشر، نزل الملائكة تنزيل، هذه العبارة عبارة نزال ينزل في القرآن تختلف عن عبارة أنزل ينزل، كما قاله غير واحد من أهل العلم ومن أهل التفسير وعلى رأسهم صاحب المفردات الراغب الأصفهاني رحمه الله. أنزل يعني فعل يقع جملة واحدة مرة واحدة كيوقع، ونزل أمر يقع بالتتابع، يعني فوج مرة فوج أو لحظة مرة لحظة، ونزلناه تنزيل القرآن يعني تنزيل آيات آيات ماشي في خطرة واحدة، بينما إنا أنزلناه في ليلة القدر هو إنزاله من اللوح المحفوظ للسماء السابعة كامل في خطرة واحدة،
ولذلك لما قال الكفار في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال لهم ربي راكم تناقضين، كيفاش نزل وجملة واحدة؟ نزل راه ما يمكنش جملة واحدة، نزل راه بشوية بالطرف بالطرف. قال له كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا رتلناه ترتيلا هي بمعنى نزلناه تنزيلا، ماشي الترتيل هنا بمعنى التزويد، أي الترتيل هنا بمعنى الترتيب والتنظيم على فترات لتربية قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك من أخذ القرآن في مجال التربوي، كان نتكلم مجال ديال التربية، من أخذ القرآن جملة تركه جملة، ومن أخذه رتلا رتلا بالطرف بالطرف ثبت الله به قلبه. وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يقول: أما وإني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا عليه الصلاة والسلام مخافة السآمة عليكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، وكان يعظهم كل خميس، يعني يعطيهم القرآن من ناحية التربوية غير بالطرف طرف. فالمقصود إذن أن التنزيل ونزل الملائكة تنزيلا، يعني كيهبطوا بالفوج بالفوج، وتفتح لهم أبواب السماء بابا بعد باب، والناس يشوفوا هذه المناظر فيقع في قلوبهم من الرهبة ما الله به عليم، يشوف يعني السماء كلها نازلين منها الملائكة. وورد في تفسير الطبري وكذلك في تفسير ابن كثير كليهما أن هذا الغمام يوم تفتح السماء بالغمام، أن هذا الغمام مش الغيام، هو النور ديال الملائكة لشدة وميضه، هذاك النور بالقوة دياله يبدو كأنه سحب، يعني الضوء إلى قوة قوة كيعطي حد السدم حد السحب، هو كله غير النور. فالإمام الطبري وقد نقل ابن كثير أيضا أنه يعني هنالك من قال هو يعني غمام أبيض رقيق، ولكن هو المقصود به النور كما صرح به الطبري في بعض الروايات وصرح به ابن كثير، يعني نور شديد كالغمام. فالمقصود إذن أن هؤلاء ينزلون حتى أي الملائكة حتى يحيطون بالأرض من كل أقطارها، يطوق الأرض فيحشرون الناس يسوقون الناس، فمن شخص يسوقه ملك سوق الليني والتبشير، ومن يسوقه سوق الزجر واللطم والضرب والتعذيب، أو يسحبه على وجهه والعياذ بالله، يجره على وجهه معكوسا كما هو يعني وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما آية أيضا. فالمقصود إذن أن يعني هذا المشهد، واعلموا أنكم إليه تحشرون، بني للمجهول تحشر، بحيث أنه يعني الإنسان مسلوب الإرادة يحشر يساق، مش راك جاي راسك على خاطرك، لا أنت تحشر تساق إلى الله عز وجل سوقا. فلا ينبغي للمؤمن أن ينسى هذا المشهد، مع أن هذا المشهد هذا المقطع هذا من الحشر له ما قبله من المشاهد وله ما بعده من المشاهد، ولكن اكتفى الله به وحده للدلالة أو ليدرك المؤمن أنه راجع إلى الله، راجع عندك الرجوع راجع إلى الله. واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن إدراك الرجوع إدراك علم يقيني يجعل المؤمن يتقي الله في قلبه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني راه غادي يجيبوك الملائكة عند الله عز وجل، لا بد تأتي تلك اللحظة التي تحشر فيها إلى مولاك مسلوب الإرادة، لا قدرة لك على الاعتراض ولا طاقة لك عليه، وإنما تساق كما تساق الجموع والملايين بالمراير من هذا آدم إلى آخر من يكون من الناس على صعيد واحد، على صعيد واحد من الأرض التي قدر الله عز وجل أن تكون ساحة الحشر وساحة الفصل وساحة القضاء، يوم يتجلى الله جل وعلا لعباده مستويا على عرشه يقضي بين عباده. وسيأتي بحول الله في هذه الصورة التي ندرسها بعد آيات قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، ظلل من الغمام يعني النور، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي آنئذ يتجلى الله سبحانه وتعالى قاضيا حاكما بين العباد. الملك يومئذ الحق، الصورة الأخرى، الملك يومئذ الحق للرحمن، والذي يعيش الأزمة حقا إنما هو الكافر، وكان يوما على الكافرين عسيرا. حشر حقيقة فعلا، مشهد رهيب من مشاهد يوم القيامة، وأصل من أصول الإيمان، من كفر به كفر بالإسلام جملة، ولا يعتقده مؤمن اعتقادا جازما إلا كان له دواء وشفاء وزادا وأمانا في الدنيا وفي الآخرة، زاد التقوى وقود التقوى كما قلنا قبل قليل، يعني
بنزين ديال التقوى، أن تشاهد حقيقة الحشر تعيش في قلبك دائما علما علما علما، يعني إنسان يعيشها كأنه يراه العلم ليس ظنا، ما يضطرش إلى الإنسان، يعني شيء كأنه يراه يعلمه بعقله وبقلبه وبإيمانه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. غياب هذه الحقيقة لدى الناس يصيبهم بالعمى، هذه الوجه العكسي، النتيجة السلبية. لماذا الناس لاهون غافلون في طغيانهم وغيهم يعمهون؟ السبب الرئيسي حقيقة غياب مشاهدة الحشر. يعني الإنسان ينسى، مش ينسى أنه يموت، لا، ينسى أنه سيحشر بعد الموت. يعني نحن مسلمون نؤمن بهذا جميعا، وأي واحد ولو كان في لحظة فرح، في لحظة عرس، أي لحظة، يعني خاطر الموت مرة يجي، ولكن المشكل أنه لا يستصحب معه ما بعده، وهو الأهم، لأن الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر يؤمنون بالموت، يؤمنون بالموت لأنه حقيقة سيموت، ولكن لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، ما عندهمش فكرة ديال الحشر، والحشر فيه حركة، يعني الحشر والنشر يعني فيه حركة سير إلى الله، سوق إلى الله، فهذه الحركة تجعل الإنسان يفزع ويدرك أنه يساق لأمر ما وهو الحساب، ليعطي الجواب عن كل أمر فعله في الدنيا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لأنه سيسأل عن كل صغيرة وعن كل كبيرة إلا أن يتجاوز الله عنه بعفوه. ولذلك في الحديث من نوقش الحساب عذب، يعني الحساب المؤمن إنما يكون عرضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك العرض، يعني تعرض أعماله على الله عز وجل، والله عز وجل لا يناقشه، لا يحاسب على كل شيء، لأنه لو حاسبه قل له أعطيني الحساب ديال كل وحدة لن ينجو أحد، بما في ذلك الأنبياء. والحديث دال عليه، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك المؤمن في هذا المشهد الذي هو مشهده الحشري، يعني يجعله بعلمه به وبإيمانه به وباستحضاره له دائما اليقظة، لا تتطرق الغفلة إلى قلبه، فإذا نسيه انتهى أمره. الناس في هذا الشأن بين فريقين من حيث النسيان والابتعاد عن استحضار الحشر. الناس اللي ما يذكروش الحشر جوج أنواع، إما كافر به، هذا خطر مسدود قلبه لن يرى ولا بصيص نور، أو غافل عنه مطلقا ولو كان مسلما، وهذا مثله في النتائج. ونعطي واحد المثال، المؤمن، نقول الإنسان مش المؤمن، الإنسان اللي عنده إيمان باليوم الآخر بما فيه من نشرين وحشرين، كان يهوديا أو نصرانيا كما بغى يكون، أو مسلم، ولكن عنده فكرة أنه راه كاين الحياة من بعد الموت، وكاين حساب، يعني كاين نشر، غايتقعد من القبر ديالو وغيمشي لعند المولى اللي خلقه. هذا قد تنفع معه الموعظة ولو كان كافرا، قد تنفع. أما الذي لا فكرة له على الحياة الآخرة نشرا وحشرا، فلا تنفعهم موعظة ولا يقظة إلا أن يشاء الله، ودليله من كتاب الله. عاد غنجيو للمسلمين، قوله سبحانه وتعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الشاهد، هذه أي عجيبة حقيقة حول قضية النشر والحشر، كيفاش كتنفع حتى الكافر. رب العزة يتحدث عن الكفار، كفار قريش، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني لأن كان جاي السياق هنا ديال الجدل، أو بالأحرى ذم الكفار بما أنكروا يوم البعث وبما كذبوا الرسل، بدأ السياق من قوله سبحانه وتعالى، سمحوا لنا خرجنا لسورة الفرقان، ولكن احنا في القضية ديالنا وهي الحشر. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا أخاه هارون معه وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. كذبوا بأي سياق؟ تكذيب الرسول، وقوم نوح من قبل لما كذب الرسول أهلكناهم وجعلناهم للناس آية إلى آخره. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فالله عز وجل يحدث العرب المشركين ويحدث رسوله عليه الصلاة والسلام بواقعهم أنهم يعني يشبهون الأمم السالفة من قوم فرعون وقوم نوح قبل ذلك وعاد وثمود وأصحاب الرسل من ذكر في هذه الآيات قبل. قال وهؤلاء أي العرب يمرون الآن، يعني في الزمن السابق وإلى الآن، إلى الآن على آثار مدينة أهلكها الله، وهي مدينة قوم لوط، تسمى مدينة سدوم كاينة في الشام، بقى الآثار ديالها إلا
ولقد أتوا على القرية العربية القديمة. القرية هي المدينة، احنا دابا القرية كنقولوها هي العربية، لا، العربية الأصيلة القرية هي المدينة الكبيرة هذه، ماشي الصغيرة، مدينة ضخمة شي الدار البيضاء قرية، ولكن باللغة القديمة ماشي ديال هذا الوقت، العربية الأصيلة. لأن القرية القاف والراء والياء في العربية هي جماعة الكبيرة كبيرة، ولذلك قرى يقري أي جمع يجمع. واسأل القرية التي كنا فيها أي المدينة، أم القرى لتنذر أم القرى، العاصمة هي أم القرى، يمكى ديك اللحظة أم القرى ومن حولها. فأم القرى ديال كل بلد هي أضخم مدينة فيه. فإذا كانت مدينة ضخمة سدوم، كانت شيء بادية، من البادية هي بنادم ساكن واحد ليه واحد ليه، هذيك هي البادية، من بدا يبدو أي بعدة. أما القرية فهي التجمع السكني. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أمطرت مطر السوء أي أن الله عز وجل أمطرها بحجارة من سجيل، نعوذ بالله، مسومة عند ربك. فهذه القرية التي جعل الله عاليها سافلها نسأل الله العافية زلزالا وأرجما إلى غير ذلك مما هو معروف في أكثر من موطن من القرآن الكريم، صارت آثارا وأطلالا بعد ذلك أبد التاريخ. إلى الآن ما زالت الأطلال ديالها بحال وليلي اللي حدانا هكذاك راه كاينه دابا كيمشي لها السياح. فالعرب كانت في رحلة الصيف، كانت هذا رحلة الشتاء الجنوب ورحلة الصيف للشمال الشام، العرب في رحلة الصيف كدوز عليها كل عام. ولقد أتوا كيدوزوا بالجمال ديالهم وبالقوافل، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، كيشوفوا شي شنو وقع لدوك الناس. ولكن شوف التعليق العجيب، قال الله عز وجل بل كانوا لا يرجون نشورا. ما معنى هذا؟ أي لم يكونوا يبصرون شيئا، كان يشوف الأطلال ويشوف الآثار والبني قديم مهرس مقلوب، ولكن يعني لا يرى في تلك الخرائب والأطلال إلا العدم، إلا العدم. ودابا شوف واحد مؤمن ينزل لوليلي مع واحد كافر لا يؤمن باليوم الآخر، ما عندوش فكرة على البعث، يشوف كيشوف أش كيشوفه في الأطلال، كيشوف ماذا كان في الزمن السابق، كانوا هنا الرومان وكان كذا قبل الميلاد، العصر الروماني والعصر الإسلامي مما يحدث به أصحاب التاريخ. ولكن المؤمن يرى هذا ويرى قبله وبعده أنها هنا رفات لأجيال وأجيال وأجيال، ودفين على بقايا دفين، شي فوق شي مدفون تما، ضاحك من تزاحم الأضداد، نهار يقول ربي تعالى كن فيكون، ستنبت تلك المنطقة بنبات شتى من الأقوام، من طبقات أجيال وحضارات قرون، تتزاحم أبدانهم كما تتزاحم الأشجار في الغابة ليحشروا إلى مولاهم. يعني المؤمن حينما يذهب إلى هناك سدوم ولا وليلي ولا أي مكان لا يرى العدم بل يرى الوجود، ولكن وجود عالم الروح، وجود عالم البرزخ، وجود السعادة والشقاء الروحي والعياذ بالله. فيقع في قلبه من الرهبة ما الله به عليم، دازوا تما طغاة وظلمة وأسياد وعبيد مستضعفون وكلهم دفنون انتهى أمرهم، ولكن الحياة الروحية باقية هناك. الإنسان حينما يشهد المقابر، ليش الإنسان مأمور من نندبن أنه يزور المقابر؟ المقابر ماشي هي شواهد وقبور والسلام، بل هي حياة، ترى الحياة لكنها حياة أخروية، حياة برزخية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زار مرة القليب، قليب منطقة اللي وقعت فيها معركة بدر ودفنوا فيها الكفار واحد البير، أطلع عليهم عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، دعا يطلعوا فلان فلان، يعني كل ذوك الكفار اللي تقتلوا كأبي جان ومية وغيرهم الذين قتلوا في معركة بدر، ومعه سيدنا عمر وأبو بكر الصديق، وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم فقال لهم يا فلان يا فلان أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا، ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. واش انتم داك الشيء لقيتوه نيت كاين؟ احنا بعدا راه لقيناه، وعدنا النصر ووعدنا الجنة ووعدنا وعدا على يقين من أمرنا، أنتم الآن في الموت هل وجدتم ذلك؟ سيدنا عمر سأله سؤال تعجب، أو يسمعونك يا رسول الله وقد جيفوا، ولو جيف انتهت أبدانهم وتناثرت عظامهم يسمعوك؟ قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم راه يسمعوا أكثر منكم دابا، لكن يسمعون بأذن أخروية ماشي بالأذن الدنيوية، الأذن الدنيوية كلها التراب، لأن يعني ربي سبحانه وتعالى منع السمع المادي المحسوس على الموتى،
إنك لا تسمع الموتى السماع الدنيوي، لكن يسمعهم السماع الأخروي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حديد دقيق، كتشوف مزيان ووعي مزيان، يعي يرى بعين الروح ويسمع بعين الروح. وعي الإنسان في البرزخ أكبر بكثير من وعيه في الدنيا وهو في الأرض. فالزائر للمقبرة وللأطلال وللخرائب التي كانت فيها حياة من قبل، إذا كان مؤمنا بالآخرة يرى حقائق الإيمان ويشعر بها حية قوية بقلبه. أفلم يكونوا يرونها؟ لا، لا يرون شيئا. علاش؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. الذي لا يؤمن بالآخرة علم اليقين لن يستطيع أن يصل إلى شيء. وهذا كفار قريش لو كانوا يؤمنون بالبعث، هم كانوا يؤمنون بالله، كانوا يؤمنون بالله على شرك، لكن ما كانوا يؤمنون بالبعث. فأعمى الله أبصارهم بسبب نقصان إيمانهم بالبعث. ولذلك ملي كتلقى نصراني، هذا نصراني صادق في الإيمان بالآخرة، كتلقى عنده واحد الخيط ممكن تحاور معه وقد تصل به إلى حقيقة الإيمان، وقد يستيقظ قلبه في لحظة ما بسبب ما سيؤمن. أما يعني إنسان غربي، ما نقولوش نصراني، أنا ماشي كل شيء فرنسيس ونقلز نصارى، لا، ملحد، قد يكون ملحد لا يؤمن لا بالمسيح ولا بالآخرة، هذا مغلق مسدود، قفل مسدود، ظلمات بعضها فوق بعض. الكافر الكافر المؤمن بالآخرة يرى في ظلمات كفره، لأن الكفر ظلمات، يرى في ظلمات كفره بصيصا من نور الإيمان بالآخر، يبصر به الحقائق، وقد يكون سبب يقظته وسبب توبته وإيمانه. هذه حقيقة عجيبة جدا ينطق بها القرآن. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا باستحضار يوم الآخر بمشاهده بما فيها النشر والحشر في سائر أعمالنا، ومنها هذا الكلام العجيب من كلام الله: واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن المسلم دابا ماشي نصراني، باش ننتقلوا نختموا الكلام، مسلم مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر وبكل شيء وبكل شيء، ولكن يصاب بالغفلة، غفلة تصل بالإنسان المسلم والعياذ بالله إلى نسيان كامل لليوم الآخر، ما يعيشوش قاع في خطرة، يصاب بنفس النتائج التي يصاب بها الكافر، ماشي كافر هو لا مسلم، لكن نفس الأمراض ونفس النتائج التي يصاب بها الكافر من طغيان وفجور وفسوق وتمرد على الله وخروج عن شريعة الله، كما هو حال كثير منا الآن. إلى درس تشخيص المرض الاجتماعي في مجال الدين الآن لهذا الفجور الخطير الذي وقع في الناس، ما سببه؟ الغفلة عن استحضار اليوم الآخر. واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.